بادرت المديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف رئيس أمن ولاية الجزائر بتنظيم حملات تبرع بالدم من قبل منتسبي الأمن الوطني لمختلف مصالح الجهاز، وهذا بالتنسيق مع هياكل نقل الدم المسخرة من قبل مديرية الصحة والسكن لولاية الجزائر. هذه المبادرة ذات صلة إنسانية وهي للأشخاص المتواجدين بالمستشفيات وخاصة فئة حوادث المرور.